المهم قال لهم ايه؟ يحظة يأس، قال لهم بصوا انا هارب من وجه الله، ايه اللي انت عملته ده يونان؟ ابتدوا يقولوا له ليه عملت كده؟ ده انت الهك ده قوي جدا، ده انت الهك ده جبار، قدرته عظيمة، ازاي تعمل كده؟ طب نعمل ايه بس؟ وابتدوا يقولوا يا رب لا يعني هنموت بسببه ولا نموت ولا نعمل ايه طيب؟ فراح يونان بيأس. يونان ما كانش عارف بقى ان ربنا اعد له حوتا زي ما الكتاب بيقول. بيأس كده قال لهم بصوا خلاص ارموني في البحر فيهدى البحر عنكم. دي لحظة من ايه؟ مش صراخ برضه، دي لحظة يأس. لان هم قالوا له قوم اصرخ لإلهك، قوم صلي. لكن هو قال لهم ايه في لحظة يأس؟ ارموني. المهم ان راحوا سمعوا كلامه وقالوا له خلاص هنرميك بس يعني يا رب ما يكونش دمه علينا، ورموه في البحر وربنا كان عادد حوت بلع يونان، وهو في بطن الحوت ابتدى يونان يصرخ الى الله. طب يا يونان انت مش حاسس ان صرختك دي كانت ممكن تيجي بدري شويه؟ انا بقول لكم هذا الكلام الحقيقة وإحنا بنقرأ القصة بعد ما حصلت، إنما إحنا لما بنكون مكان يونان الحقيقة وده كتير جدا بنصرخ لربنا متأخر. عشان كده لما كنا بنتكلم في الأول قبل ما تقول له لأ وقبل ما تهرب اصرخ له، قول له أنا مش قادر، قول له أنا مش سامع، قول له أنا مش عارف، قول له أنا مشيئتي ملخبطاني ضد مشيئتك يا رب، فهمني قويني ارشدني او خليني اعمل الحاجه بايمان باتكال عليه. انما لما قالوا لكم اصرخ الى الهك، هو انت ما كنتش مثلا تقدر توعد ربنا انت تقول طب خلاص يا رب نجيني وهروح لنينوى؟ مش ده كان حل عندك يا يونان؟ انما ليه برضو وصلت لمرحله ياس ارموني في البحر؟ عارفين ليه؟ لكان كل انسان هارب من الله في لحظة ما يصل إلى هذا اليأس ويصل إلى مرحلة أنا إلا نفيدة. مش عايز أقول كلمة فقدان الرجاء، لأني وإن كان أحيان كتير إحنا بنفقد رجائنا لولا أن ربنا بمرحمه يعيد لنا مرة أخرى عمل روح القدوس جوانا. المهم يونان ابتدى فعلا يصرخ، بس مش لما البحار قال له قم اصرخ الى الهك. بعد ما كلموا معاه وعملوا القرعه، يمكن لو كنت صرخت ساعتها يونان كان يبقى في تصرف تاني. انا يعني مش عايز اكون بالف سيناريو مختلف في القصه، بس تخيلوا معايا كده لو كان يونان فاق لنفسه وهو لسه على المركب وقال لهم طب بصوا يا جماعه انا الحقيقه ربنا كان قايل لي روح نينوى وانا هربان وانا عارف يعني، طب ودوني هناك يمكن كانت البحر يهدى، يمكن وهم يرضوا يوصلوه هناك ويغيروا مسارهم هم كمان ويوصلوا، المهم نعيش، المهم نعيش. لكن يونان ما جاتلوش الفكره دي الحقيقه، لانه كان يأسان وكان هربان وكان مازال في قلبه فكر الهروب.